بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين سلام عليكم، أهلا بكم معنا في برنامج ملفات وحلقتنا اللي بنرصد من خلالها كل ما يجري على الساحة المصرية وكل ما يتعلق بالمشهد الداخلي الذي يتصدره بالفعل الجهود المتواصلة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إقامة المزيد من المشروعات العملاقة وتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز الاقتصاد القومي والتنمية. من بين هذه الأهداف التي تسعى القيادة السياسية لدعمها هو المنتج المحلي وتوصيله إلى العالمية مع إعلاء مصطلح صنع في مصر. من أجل ذلك جدد الرئيس السيسي دعوته بدعم مدينة دمياط للأثاث وتحويلها إلى العالمية. للحديث عن هذا الملف الهام معنا في الاستوديو الأستاذ سعد التبعي أمين شعبة عمال وصناع الأثاث بالنقابة العامة لعمال البناء والأخشاب. أستاذ سعد أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في ملفات. كما يشرفنا بالحضور الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. دكتور ماجد أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا أستاذ، منورنا دائما في ملفات. خلينا نبدأ مع تقرير لزميلنا محمود علي ثم نعود لنبدأ النقاش. نالت صناعة الأثاث والديكور في مصر شهرة عالمية واستطاعت أن تحتفظ بأصالتها، وقد ساهم تعاقب الحضارات في صنع مزيج فريد من نوعه ترك أثرا جليا على العمارة والأثاث والديكور في مصر. وخلال السنوات الأخيرة تضاعفت الاستثمارات الموجهة لهذه الصناعة التي استوعبت بدورها هذه الاستثمارات وحولتها لمصانع وخطوط إنتاج حديثة على أرض مدينة دمياط للأثاث، ذلك الصرح الصناعي الكبير الذي حظي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم هذه الصناعة التي تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط، وأنشئت بهدف تطوير هذه الصناعة الحيوية ومواكبة المنافسة العالمية. وتضم المدينة حوالي 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة، وتشمل 500 مصنع كبير ومؤسسة تعليمية ومركزا لتكنولوجيا الأثاث يتيح شهادات الجودة المعتمدة دوليا، بالإضافة إلى أكاديمية للتصميم والابتكار ومركز مراقبة جودة التصدير والخدمات الإدارية، إلى جانب قاعة مخصصة للمعارض للترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودوليا. مدينة متخصصة تهدف إلى تصدير أثاث بقيمة مليار دولار في عامها الأول، بعدما كانت دمياط تصدر منتجات بنحو 300 مليون دولار، لتسجل مصر بذلك إنجازات بارزة في مجال التنمية الصناعية وتبرز على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية، خاصة مع انتهاجها سياسة المناطق الصناعية المتخصصة مثل مدينة الأثاث بدمياط. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. دكتور ماجد، يعني زي ما شفنا اهتمام القيادة السياسية والرئيس السيسي بالمشروعات القومية العملاقة ومنها مدينة دمياط للأثاث وتجديد الدعوة لكي تتقدم هذه المدينة، كيف ترى حضرتك مثل هذه المشروعات الهامة والحيوية ودعمها التي تصب في خانة الاقتصاد المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بدءا ببدء، لا شك أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بكل ما يتعلق بمحاور تنمية سواء الصناعة أو الخدمات في مصر، من خلال مشروعات قومية كبرى. أحد هذه المشروعات هو مدينة دمياط للأثاث. لا شك أن صناعة الأثاث في مصر صناعة قديمة جدا من قدم الفراعنة. وبالتالي إحنا عندنا كمصر ميزة نسبية في هذه الصناعة من حيث الفنيين المهرة، العمالة الماهرة. رخص تكلفة العمالة أيضا دي ميزة مهمة جدا علشان التنافسية في التصدير. أيضا ما يتعلق بوجود فنيين وحرفيين متخصصين بشكل كبير جدا في هذه الصناعة والحرفة. طبعا لا شك أن مدينة دمياط للأثاث تحويلها إلى مدينة عالمية ده يساهم في زيادة الدخل القومي بشكل كبير جدا، أيضا يساهم في تخفيض معدلات البطالة، لأن صناعة الأثاث هي صناعة
كثيفة العمالة، بمعنى أنها تعتمد على العمالة والفنيين فيما يتعلق بالنجارة، ما يتعلق بالدهان والطلاء، ما يتعلق بكل الصناعات المكملة لصناعة الأثاث. أيضا في صناعات مكملة ليها بتنشط مع نشاط صناعة الأثاث، زي صناعة الزجاج، زي صناعة الرخام، زي صناعة الدهانات، زي صناعة الإكسسوارات مكملة مكملة. وبالتالي هي بتحرك عجلة كبيرة جدا من الأنشطة الصناعية، وأيضا تساهم في علاج جزء من مشكلة البطالة. لو نظرنا إلى صناعة الأثاث في مصر، مش بس هي كمان بتكلفة أو ميزة نسبية في السعر، لا، بجودة عالية. دمياط تمثل ما يقرب، يمكن سعد بيه يعرف أكتر مني، ما يقرب من تلت صناعة الأثاث في مصر تقريبا، تلتين صناعة الأثاث، 80% 85%، لأن عندنا دمياط ورشة بدون صور، مصنع بدون صور بالضبط، ما شاء الله، متورثة بالضبط. طبعا لا شك ان دمياط بتميز موقعها الجغرافي، وايضا بتميز اهلها اللي هم متخصصين في هذه الصناعه، اهل الصنعه كما يقال. لا شك ان موقعها الجغرافي، قربها من ميناء دمياط، قربها من ايضا يعني هي من ميناء دمياط تقريبا 22 كيلو، من السكه الحديد تقريبا 15 كيلو بالتقريب، يعني من المطار حوالي 55 كيلو، بالاضافه لتميز المطار الجميل، بالاضافه لتميز الموقع، أيضا تميز جودة المنتجات اللي بتقدمها هذه المدينة في هذه الصناعة. إذا قلنا صناعة الأثاث في مصر، لابد أن يخطر في أذهاننا على طول دمياط. خلينا نروح على الأستاذ سعد وعلى الطبيعة. يمكن شفنا في التقرير سيادة الرئيس السيسي كان عامل جولة في دمياط الجديدة للأساس، المدينة الصناعية، من حوالي 5-6 أشهر أو حاجة زي كده، ثم أعاد التأكيد على هذا المشروع والتنمية الاقتصادية بالنسبة لدمياط. الوضع على الطبيعة بقى أستاذ سعد، الوضع على الطبيعة. أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظرة لمحافظة دمياط ومدينة الأساس العالمية. ونشكر السيد دولة رئيس الوزراء ومعالي الوزيرة نيفين جامع وزارة الصناعة والتجارة بما تقدم من عمال الاساس وطلباتهم، والحمد لله يعني في اجابه معانا كويسه من معالي رئيس الوزراء ومعالي الوزيره لتنشيط المدينه. وفتح الاسواق، شايفين اسواق عاليه قوي يا استاذ سعد، ما شاء الله. لا في اعلى من كده كتير، يعني محترم، يعني لا في اعلى من كده كتير، احنا عايزين الاحسن والافضل. لا ما شاء الله، احنا عندنا دمياط حرفيين مهاره، نعم، فنيين، ابتكار، زي ما عايز تصمم من اي اذواق في الوجود، في الخامات، في التصنيع، في الدهانات. دمياط والصناعة الدمياطي صناعة راجل محترم بيخاف على صناعته زي بيته، تمام، ما عندوش تراجع في ان يستاهل في اخر عيشه، لان دي صناعة اتولد عليها وتنشأ عليها وكبر عليها، نعم، طورها وحدثها وسوقها وهي بتاعته، تمام. فاحنا النهارده بنتجه للدوله، ان الدوله دلوقتي هي اللي يعني متابعه الايدي العامله او الايدي الحرفيه، ايوه، عشان ان احنا عندنا مخزون وبنفتح اسواق، وطلبنا فتح الاسواق والمعارض الدوليه والمعارض الداخليه. احنا كان عندنا تصدير جيد يا استاذ سعد، يمكن بس الظروف الاقتصاديه وظروف الدول اللي مجاوره حوالينا، من 2010 2011 من 2010 من شهر 5 2010 كان معرض في فرنسا لصناعه الاساس بدمياط، وكان افتتاح جبار على مستوى فرنسا، والعارضين في فرنسا اخذوا النجمه الخامسه العالميه صناعة الأساس بدمياط، نعم، لكن هي جمهورية مصر العربية، أيوة. فاحنا اللي بنطلبه دلوقتي أو اللي احنا بنسعى عليه، والحمد لله إن هو متجاوب معانا، إن احنا عايزين نفتح خط أسواق تسويق. أيوة. عندنا بقى بطيء شوية، نعم، بالنسبة للتسويق الخارجي والمنتج اللي خارج المدينة، فأنا عايز أدخل المنتج اللي خارج المدينة داخل المدينة. لازم ننشط المدينة، لأن المدينة هي رأس مال النهاردة. أيوة. محدش يخاف من المدينة، دمياط
صنايعيه معلمين ومحترمين وهم يفهموا الكلام ده كويس. نعم. ان اتجههم لصنايعكم. ايوه. ما تنتظرش ان انت زبون هيجي لك عشان ياخد من عندك اوضه ولا طقم ولا اوضتين وانت محدود، لا، دلوقتي المدينه والدوله فاتحه دراعتها للحرفيين وللعماله وبتقول لك تعال اشتغل واحنا ملزومين لتسويقك والمنتجك يجي لك. نعم. يعني خامات هتيجي. خامات اخشاب، دهانات، تنجيد. أيوه. كل من هو يلزم الخامات دي كلها مستورده هتيجي في محل وفي مستورد. عندنا في محل وفي مستورد. يعني احنا دلوقتي حاليا يعني عندنا اقتراح ان احنا نوفر اللاتيه والان دي اف والان اف لان عندنا الانتاج الحربي برضه بيمولنا. نعم. وفي منافذ توزيع وبيع كويسه للانتاج الحربي بسعر كويس، فرق كبير قوي قوي عن المستهلك اللي بيجيب لي المستورد. نعم. يعني مصنع الانتاج الحربي للام اف موجود ما شاء الله عندنا شغال. حاجة على الدكتور ماجد واهميه التسويق، واحنا شايفين هنا الشغل على مستوى راقي وفي مركز لتكنولوجيا الاثاث وفي تحديث ومنظومه متكامله يا دكتور، وبالتالي يعني احنا دي صناعه متوطنه عندنا من مده طويله زي صناعه الغزل والنسيج، كيف نعود وننهض بهذه الصناعات مره ثانيه ونرفع شعار صنع في مصر داخليا وخارجيا يا دكتور؟ كلنا ما عندناش شك ان الدوله بتنهض بكل قطاعات الصناعه. نعم. منها او على راسها قطاع صناعه الاثاث. أيوة. لأن صناعة الأثاث زي ما قلنا في المقدمة صناعة هامة جدا للاقتصاد القومي. وكمان هامة لتوفير موارد من العملات الأجنبية لو اتكلمنا من وجهة نظر اقتصادية. نعم. هي في التصدير بقدر إن أنا أحصل على موارد من العملات الأجنبية. أوكي. وبالتالي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. اتكلمنا عن إنها بتساهم في علاج جزء هام من مشكلة البطالة. طب إيه تاني في دور لصناعة الأثاث؟ صناعة الأثاث المصرية يعني بيشاد بيها على مستوى العالم. حقيقي. إيه اللي بينقصها؟ ينقصها اهتمام بالجودة. الجودة ما يتعلق بالجودة هي حقيقي دلوقتي إحنا محتاجين، أنا شايف من وجهة نظري كأستاذ جامعة، إحنا محتاجين يكون في توجه أكتر لسياسات التعليم الفني والمهني، بمعنى أن يبقى المهنة مش بس بتورث من أب إلى ابن أو من جد إلى أب إلى ابن، كمان يبقى في بيها أكاديميات دراسية متخصصة، ده موجود بس لو تم التوسع فيه بشكل أكبر هتنهض الصناعة بشكل كبير جدا، لأن وجود فنيين وحرفيين مدربين بشكل علمي يعني دارس ده بجانب الخبرة العملية ده بيدعم الجودة، بيخلي الجودة تبقى في مستوى أعلى. أيضا مراعاة الأذواق العالمية، الأذواق بتتجدد ومن دولة إلى دولة بتتغير الأذواق، فبالتالي أسواق التصدير لو تم دراسة أسواق التصدير من حيث الرغبات في الأذواق أعتقد إن إحنا نحقق مبيعات أكثر. سعد عندك تعليق على الأكاديمية هتديني بعد قد إيه عشان أدرسها؟ هتدي حاجة بعد قد إيه؟ هتديني منتج بعد قد إيه عشان إن الحرفي عامل ماهر يعني الحرفي يبقى ماهر هيديني بعد قد إيه عشان إن أنا أميزه؟ لا حضرتك هي سنوات دراسية عادية سواء كانت 2 أو 4 بس أقصد أقول إن مفيش ما يمنع من التدريب للعمال اللي موجودة رفع كفاءة عندنا الحرفيين ما شاء الله مفيش صنايعي في دمياط أو حرف في دمياط اسمه يتعلم أو يخش أكاديمية عشان يطلع طبعا لا انا ما قلتش اللي بيعمله ما هو الاجيال الاجيال عايز حته الخشب يعمل الطبع يقورها يخش على المنشار يطلع على الربوب من على الربوب على الحلايق في خلال ساعات بسيطه يكون وقف البودي اللي هو عايزه ويلف حواليه لو في غلطه بين الاتنين ملي يقدر يجيبهم بلمحه عينه لان في حاجه اسمها لمحه البصر عندنا في الصناعه بنجيبها من طرحه ال 13 لل 45 على الزاويه. في مشرف طبعا صاحب عمل عنده خبره. ستك تقصد الاجيال الجديده ولا القديمه؟ القديمه والجديده. لازم نفرخ اجيال جديده نطلع اجيال جديده عشان اطلعها يا فندم. يبقى كده مش هطلع اجيال جديده. انا هقول لحضرتك. ما انا عندي العمل موجود. موجود. العمل موجود بس. العمل موجود. عشان اديله ورقه واقول له اطلع ارسم لي الفتاه دي معلش انا اسف عشان اطوره واحدثه لا طب ما انا اقول له ابتكر وطلع اللي عندك كده حته خشب اهو كرتونه اهي زي ما احنا اتعلمنا واشتغلنا على الارض وبقينا اصحاب مصالح
وبقى عندنا الخبره في صناعه الاثاث، ودخلنا معارض دوليه من غير علم. انا ما اعرفش اعمل مكتب، بس العلم مهم. انا بقول لحضرتك من غير علم. ايوه يا فندم، بس اصل ما الثاني ما حطوش اساس عشان ما ياخرنيش. العلم هو اساس تقدم الامه. لا ما هو لازم في الاجيال تواصل الاجيال، تواصل الاجيال يا استاذنا، تواصل الاجيال في صناعه الاساس. ان انا اشتغل عند معلم له اسمه له سمعته في فنه في ابتكاره في سرعته في ادائه في جودته، يعمل 100 نموذج ما فيش واحد شبه الثاني. اللي هو المنتج اللي طالع شكله اعمل دلوقتي اهو جودته ايه؟ اعمل دلوقتي 10 طبع وهحطهم لك وهحط لك عليهم نماذج امي، وبعد ساعه هعمل لك 10 ثانيين على نفس البودي وهغير لك الفورمان الامي بتاعه والنموذج الثاني، ابقى انا طورت وحدثت. لما انا اجيب صبي بيتعلم اقول له امسك العده واشتغل، ولا لما اقول له امسك القلم واشتغل؟ فندم زي المهندس، ما المهندس بيتعلم ويطلع يشتغل ياخد خبره في لما السوق. يبقى يخلص شغله عندي في ورشتي يبقى يطلع يتعلم على الورقه والقلم، يبقى هو طور نفسه. مين اكبر منافس لينا في صناعه الاساس؟ مفيش حد في العالم. ما اللي ناقصنا يا استاذ؟ مفيش حد في العالم يتحدانا في صناعه الاساس. ايه اللي ناقصنا؟ مفيش ناقصنا حاجه الا امكانيات ان احنا نفتح تسويق عشان نفتح خط انتاج. طيب خلينا نشوف انفوجراف لزميلنا خالد صالح ثم نعود نستكمل النقاش. دكتور ماجد عبد العظيم، موضوع المنافسة العالمية والعالم طبعا أصبح يعني مفتوح على مصراعيه والمنتجات كثيرة ومتعددة، كيف نصل بالمنتج المصري ونعود به إلى جودته المعروفة عالميا ونستطيع أن يعني نفتح أسواق جديدة؟ هو حضرتك على مستوى العالم المنافسة بحاجتين، جودة وسعر. أيوة. جودة وسعر، عندك نعم. جودة وعندك سعر تقدر انك انت تنافس. أيوة. طيب لو عندك واحد منهم بس عندك سعر بس الجودة رديئة ما ينفعش. طب عندك جودة بس عندك سعر غالي قوي برضو مش هتقدر تنافس. صناعة الأثاث العالمية لينا منافس على مستوى العالم الصين. الصين بتصدر أثاث لكل دول العالم. طبعا لا شك لو اتكلمنا عن صناعة الأثاث في مصر هي صناعة مختلفة من حيث الجودة، من حيث العمر الافتراضي، من حيث فنيات الصناعة وحرفيتها، عشان بس الأستاذ سعد ما يزعلش مني، ولكن لا لازم نكون على أرض الواقع واقعين. هو في منافس لينا، بس حضرتك لو احنا اهتمينا بعنصري الجودة والسعر بشكل أكتر، أيضا التصدير الأسواق الخارجية، بمعنى أن مكاتب التمثيل التجاري لمصر في دول العالم حقيقي عليها دور في هذا الشأن، وهو أيضا ما يتعلق بتنظيم المعارض الخارجية. زي ما حكيت تفضلت وقلت أنت قلت أو آخر معرض كان 2010 في فرنسا، وبالتالي الابتعاد عن الأسواق لفترة طويلة بيخلي الماركت شير النصيب السوقي
ليك يقل، لان في دول تانية بتاخد حصتها، وبالتالي لو اهتمينا بالتطوير، التطوير احنا مش معناه ان احنا ما عندناش تطوير، عندنا بس الاهتمام اكثر بهذه، عشان كده اتعمل اكاديميه. ردا على راي حضرتك في موضوع التعليم، طب ليه اتعمل اكاديميه في مدينه دمياط للاثاث الجديده؟ لان تخريج كوادر دارسه وبتتدرب بقى، اللي هو الجزء بتاع حضرتك الابن بيورثها لابنه والاب بيورثها لحفيده وما الى ذلك. لكن العلم يعني مثلا لو اتكلمنا عن اي دوله في العالم هنلاقي ان في برضه اكاديميات ومعاهد فنيه متخصصه في مجال الاثاث من الدول اللي بتصدر الاثاث. طيب احنا ايه اللي ينقصنا؟ ينقصنا ان احنا بس فكر التعليم عندنا الاجيال يتغير شويه، بمعنى ان النظره الى الطبيب، النظره الى المهندس لا زالت بتحتل الصداره، لكن ده حضرتك ده اجر الساعه للعامل الفني في اي دوله من دول اوروبا او امريكا، غالي جدا جدا، بس بيبقى متعلم كويس. يعني اتدرب وتعلم، التدريب اللي هو حضرتك بتتكلم عنه، اما التعليم اللي انا كنت باشير اليه هو ان لازم يكون في اكاديميات وكليات متخصصه فيما يتعلق بمجال الاثاث عندنا بس بشكل اكبر. كمان في نقطه هامه جدا تتعلق ب فتح اسواق خارجيه، يعني احنا في دول بتستورد، يعني تقريبا من الدول العربيه اكثر دوله بنصدر لها المملكه العربيه السعوديه. وفي دول كثيره بتستورد منها، لو على سبيل على سبيل الحصر على سبيل الذكر يعني لو جينا نشوف نلاقي السعوديه، الامارات، العراق، السودان، الاردن، لبنان، وفي دول زي امريكا وايطاليا بتستورد مننا، امريكا وايطاليا بتستورد مننا، ده دليل على ان احنا عندنا جوده كويسه وسعر مناسب. وحضرتك كمان مهمه جدا الصناعه دي لجذب استثمارات عربيه واجنبيه، بمعنى ان ابناء البلد او رجال الاعمال اللي بيعملوا في هذه الصناعه بيضيف لها كتير. وايضا وجود استثمارات موازية عربية وأجنبية ده بيؤدي إلى تشغيل مزيد من الشباب الخريجين، بيؤدي إلى مزيد من الإنتاج وفتح أسواق خارجية. وبالتالي زي ما حضرتك اتفضلت وقلت أهمية هذه الصناعة للاقتصاد القومي دي مهمة جدا، لأنها مش بس بتوفر موارد من العملة الأجنبية أو العملة الصعبة، لا دي بتحسن كفاءة أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية، وبالتالي بتساهم في تحسين او زياده معدلات النمو. وبالتالي هنا اهميه صناعه الاثاث. طبعا هي صناعه عريقه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت استاذ سعد، وزي ما حضرتك طبعا اتفضلت وقلت، ولكن نامل في مزيد من حجم الصادرات. كان المخطط يعني سياده الرئيس افتتح مدينه دمياط الجديده للاثاث في 7 ديسمبر 2019. احنا النهارده تقريبا في نوفمبر 2020. نامل ان في الفتره اللي جايه ان شاء الله تأخذ صناعة الأثاث الريادة في مش بس أسواق الدول العربية وأيضا أسواق الاتحاد الأوروبي والدول الأجنبية. استثمارات يا أستاذ سعد بالنسبة لصناعة الأثاث والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في شباب جديد أقبلوا، في ورش جديدة بتفتح بتغذي هذه يعني المعارض، وبتعمل منتج وبتعمل تسويق وبتفتح معارض بفكر جديد بتركيز بتتفتح على طريق هيئة تموين المشروعات. ايوه القروض للصانع متوفرة حاليا بقالها فترة. نعم. بمجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيوه. ان الفوائد 5% وسنة سماح والسداد على 10 سنوات. قرض حسن يعني. وعفو من الضرايب 5 سنين. عظيم. طيب دي تسهيلات من الدولة كبيرة. أنا هطلع أصنع وهشتغل وجبت خاماتي وتمونت من الدولة. أنت عايز السوق، عايز تبيع. طب أنا عايز أخرج. عايز أخرج بده، وعايز أجيب اللي بره أدخله عنده عشان أخرج به كمان. عشان أكون ونشط وأدعم مدينة الأساس اللي هي العالمية. لأن ما فيش بيت في العالم الا ما في قطعه اساس او انتيك او تحفه صغيره من محافظه دمياط في العالم. وشيء احنا نعرفه ودارسينه على خروجنا من مصر، وتعلمنا برضه وعلمنا ناس في بره الدول الثانيه صناعه الاساس، وكانوا يقعدوا يتفرجوا علينا واحنا بنشتغل. فطبعا دلوقتي الدوله فاتحه زراعتها للايدي العامله. ايوه. وللصنع. عشان نرفع اقتصادنا و نرفع شأن بلدنا، لأن صناعتنا صناعة عريقة ولها بداية ونهاية.
طبعا الوقت اللي بيسمعوني من الحنفيين عارفين يعني ايه بدايه ونهايه. بدايه دي في حطه سن القلم وانت بترسم الطبق النموذج بتاعك وهتلاقيه يبقى شكله ايه. نعم. مش ان انت التصميم نفسه في البدايه يعني. له بدايه ونهايه. ايوه. له تخطيط. في الشكل العام الاخرنا هيطلع شكله ايه؟ نعم. هل هيبقى على قبول انني انتج منه نسبه كبيره؟ ولا النسبه بتاعته تبقى مميزه ان انا اقدر اخرج منه كل شهر جزء بسيط وابدا انا بشتغل؟ لا انا عايز انتج. عايز انتج عشان احس انني بشتغل، مش انني اروح اشتغل ساعتين واقول ده انا النهارده تعبت. لا انا عايز اشتغل من الساعه 8 الصبح للساعه 12 بالليل. عشان اجي يوم الخميس الاقي عمالي والصناعيه بتوعي مروحين مبسوطين مرضيين، سلمت المنتج بتاعي للتاجر بتاعي او للمستهلك اللي هياخده او 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 او، ابقى انا كده فتحت خط تسويق وجنبه 10 خطوط انتاج. طب يا استاذ سعد، في مبادره شغاله جيده برعايه الرئيس السيسي ايضا ما يغلاش عليك، وفيها برضه اساسات وفيها مفروشات وفيها بتقرير مرضي، بتقرير مرضي توزيع على مستوى المحافظات على مستوى الجمهوريه كلها. ايوه. مع الانتاج الحربي والشركه الفرنسيه للفرش الوحدات السكنيه من مدينه الاساس. نعم. موجود. ايوه. بس عايزين تنشيط برضه، لان في ناس ما حصلهاش الحظ وما جالهاش الحظ انها تاخد من البتكرول اللي اتمضى. أيوة. لان الكميه اللي جت ما تغطيش الناس اللي موجوده اللي هم اصحاب المنشات الصغيره جوه المدينه. فاحنا عايزين برضه نوصل لهم. نعم. مش عشان الصغير ان هو ما يوصلوش. لا، صغير يوصل زي الكبير. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور ماجد، يعني برضو الجميع عايز يشارك وعايز ينتج مهما كان حجم الاستثمار بتاعه، إذا كانت ورشة، إذا كان مصنع، إذا كان غيره، وده أعتقد اقتصاديا يعني وارد وموجود، واقتصاديات دول كثيرة قامت على هذا الأساس. لا شك إن في اقتصاديات دول كثيرة تقدمت بالاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. والصناعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بصناعة الأثاث لها دور كبير جدا. وبالتالي مزيد طبعا الدولة حاليا زي ما حكيت فضلت وقلت أستاذ سعد بتمنح قروض بقى بمعدل فائدة مبسط، وبتمنح إعفاءات ضريبية. دي كلها اسمها اساليب التشجيع والتحفيز لهذه الصناعة والدعم للصانع. نشك ايضا ان في جزء يتعلق بدعم التصدير. المجلس التصدير في صناعة الأثاث، لا شك أن دعم صناعة التصدير بمعنى فتح أسواق خارجية هينشط عندنا الجزء المتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. الصناعات الصغيرة والمتوسطة قامت عليها اقتصاديات دول. وبالتالي الصناعات زي ما قلنا الصناعات المغذية لصناعة الأثاث من الصناعات الهامة جدا، اللي برضو بتساعد في توفير موارد أجنبية، بتساعد في علاج جزء من مشكلة البطالة، بتساعد في تحسين معدلات أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية أو الاقتصادية الكلية. طيب الإعفاءات الضريبية ودعم الدولة للمصدرين، في رأي حضرتك أستاذ سعد محتاجين مزيد منه حاليا ولا المشكلة فين؟ المشكلة في التسويق. يعني انت حضرتك قلت ايه دلوقتي؟ قلت الصادرات، التصدير. دلوقتي لو التصدير ده اتفتح قدامي نسبة 40% زي ما كان قبل 2010، نسبة 40%، مش هنقول 70%، لان ان المنتج ليه محليات وليه مش دولة واحدة اللي هصدر لها. لو 40% من الانتاج في صناعة الاساس، صناعة الاساس تحمل 13 مهنة، صناعات مكملة 13 مهنة. تمام. لو انت دلوقتي فتحت لي خط الاستيراد والتصدير وبعت كل اسبوع هنا كونتونر وهنا 100 طقم وهنا قرية سياحية وهنا شاليهين وفتحت اسواقي، الورشة الصغيرة هتشتغل طبعا. عارف ليه؟ لان عندها منتج مميز انت هتدور عليه لانه هيتصدر، مش معشان ان هو بره المدينه، لا انا عايز ادخله بقى جوه المدينه عشان المنتج ده. عشان الصنع ده. أيوة. عنده منتج مميز. زي اللي في مدينه الاساس ونفس الصنع اللي هنا زي اللي هنا. ونفس الدهان ونفس الخشب ونفس الخامات. بل بالعكس ان احنا عندنا
اجود خامات بتيجي وبنشتغل بيه اللي هو الخشب الزمن الروماني والعزلافي. اما الامريكي والخشب السنديان والجوز والحاجات دي لها وضعها ولها شغلها في صناعه الاساس اللي هي بتدينا على لونها بيبقى شكلها بقى حته تحفه. طيب يا استاذ سعد خلينا نروح من داخل احد مصانع الاثاث مع زميلنا اسامه عبد اللطيف ونشوف التقرير ونشوف راي الناس ونشوف على الطبيعه ونرجع ناخد راي ضيوفنا. مدينة دمياط للأثاث تأتي في ظل المشروعات والإنجازات التي تشهدها جميع محافظات مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد من أكبر المشروعات القومية الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث تقام على مساحة 330 فدان، ليكون هذا المشروع بمثابة ضخ دماء جديدة في شرايين تلك الصناعة. ميناء نكم الخشب قريبة، وفي نفس الوقت بيبقى المنتج هناك بيبقى أسرع من مصر، بيبقى المنتج هناك أسرع من مصر، فاهم؟ وحضرتك بيبقى يعني عندهم هناك العيل الصغير قد كده بيشتغل. الشغل الدمياطي معروف طبعا بمكانته وتشطيب والفينش عالي والنجارة بتبقى نمرة واحد، حاجات كتيرة بتميزه طبعا. والشغل المصري برضو بيبقى اللي هو اللي بيتعمل هنا في القاهرة ده بيبقى صناعة بقى دقيقة أكتر، يعني في القيم في التشطيبات في الكلام ده برضو. الناس بتتخيل الاسعار زادت، الاسعار ما زادتش، هي الاسعار. واحنا النهارده اي محل النهارده بتخشه يعني يتجاوز حاجه بسيطه جدا مش مكاسب اللي هي عشان يشغل نفسه فقط لا غير، مش ان هو يكسب بقى 2000 و3 والكلام ده، لا. ممكن شغل النهارده بيمشي بثمنه، ممكن صاحب محل مزنوق وعايز فلوس بيمشي شغله يخسر فيه. بس المصريين بيبقى مش عايزين يروحوا دمياط، بيستقربوا بينزلوا بياخدوا اللي هم عايزينه كده، وبيوفروا كمصر ايه المواصلات وكده، المصاريف بتوفر يعني معهم شويه. بس مدينة دمياط الجديدة للأثاث حلم طال انتظاره ليكون سفينة النجاة لهذه الصناعة بعد تلك النقلة الكبيرة لتحفيز وتعزيز المنتج المحلي. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. دكتور مجدي عبد العظيم، ممكن شفنا بعض اصحاب الورش والمصانع والناس اللي بتبيع وبتشتري بيتكلموا عن الاسعار وعن هامش الربح وعن غيره، ودي طبعا كلها اقتصاديا يجب ان تكون محسوبه بدقه في مدينه جديده ومشروع قومي متميز زي دمياط الصناعيه للاساس. هو لا شك ان اي تاجر بيهمه ان يعمل معدل دوران لراس ماله. نعم. وبالتالي دوره راس المال في صناعه الاثاث مش دوره سريعه. بمعنى ان بتاخد شويه وقت، ولكن انا حقيقي من خلال علاقات كثيره جدا ما شفتش حد، وحتى انا شخصيا من اصدقائي او اولادهم او حتى احفادهم جاي ابنه يتجوز او حفيده يتجوز الا لما بيروح دمياط. فبالتالي هي مقصد لكل من يبحث عن الموبيليات بسعر معقول وجودة عالية. طيب التاجر دلوقتي بيحط هامش ربح. هامش الربح ده لابد منه لأنه عنده تكاليف عايز يغطيها وفي نفس الوقت عايز يكسب. أي تاجر بيبقى عنده جشع زيادة عن اللزوم، مصاريف للعمال وغيره والمصروفات النسلية والمية والكهرباء، مش الربح ومش كل التاجر اللي بيكسب. لأن ممكن دلوقتي في صالة عرض عندي 20 نمرة، النمره دي مكلفه عليا نجاره وقماش وذهب والكلام ده كله واقف عليا 35-40 ألف. تقصد نمره يعني قطعه؟ قطعه صابون. صرف معايا حته النهارده مثلا هجيب متر قماش في 60 جنيه، طعم الصابون مثلا الكوكتيل ياخد 26 متر في 60 بكام؟ هياخد تطعيم ذهب فينه؟ تطعيم ذهب فينه؟ على ذهب انجليزي هيكلف له 7-8 آلاف جنيه. الصنايعي اللي بيشتغلوا بقى وصاحب المصلحه دي بيطلع له كام في الطقم ده لما بيجي يشتغله؟ 500-600 جنيه هو والصنيع بتاعه. هيخلص في قد ايه؟ نعم. في 4 أيام؟ في 3 أيام؟ لأن ده بيتأسس وبيستنفر وياخد وقته ومجهوده، وممكن يتأسس وينام له أسبوع أو اتنين لغاية ما يصفي نفسه عشان ما يجيش يبوظ التشطيب بتاعه، لأن هيحط دهب غالي الدفتر ب4 و5.
سعد بيه، انا قصدت ان لازم يبقى فيها مش ربح للتاجر، بس انا اقصد اقول ان هامش ربح، هامش ربح لما بيتحط بناء على الدراسه. يعني المعادله تبقى بالظبط هو الحسبه اللي بحسبها لحضرتك دي هي دي اللي بتحط المكسب للتاجر. ارتفاع الاسعار، ردا على حضرتك لما اثرت استاذ نادر، ارتفاع الاسعار ارتفاع الاسعار طبيعي لارتفاع تكلفه الخامات. هي في خامات اسعارها ارتفعت، لا شك كل الخامات اسعارها ارتفعت، خاصه كمان بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. ولكن احنا بس بنتكلم عن ان كل مكان في اهتمام بالجوده واهتمام بالسعر المناسب، بمعنى ان يكون في تنافسيه في السعر سواء السوق المحلي او السوق الخارجي، لان برضو حضرتك زي ما اتفضلت قلت انا كمواطن مصري بدور على جوده وسعر. وبالتالي حضرتك التجاره الداخليه بتاعت صناعه الاثاث في مصر تقريبا 12 مليار جنيه، المستهدف انها تتضاعف تبقى ما يقرب من 35، يعني اكتر من الضعف. هيجي ازاي؟ هيجي من انتاج متميز بسعر تسويق مع اولا طبعا التسويق ده مهم جدا، من غير تسويق مفيش بيع. ده رقم واحد. طب التكلفه لما تيجي تبص النهارده لمحافظه دمياط في التكلفه اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عامله لمدينه الاساس، المستهلك هياخد السلع مرتاحه كتيره على فكره. نعم. هياخدها مميزه. مرتاحه بمعنى السعر قصدي حضرتك؟ السعر طبعا. ليه؟ اللي تحت عين الدوله. انا محطوط دلوقتي نسبه وتناسب، وده اللي انا عايزه من الدوله انها تكتفني عشان اعرف اشتغل وانتج. لا تكتفك ليه؟ ليه؟ لان ممكن ان انا احتكر سلعه يبقى تسيبني لايه؟ انا لو احتكرت سلعه ورفعت سعرها هتيجي تقول لي نزل سعرها، اقول لك تجاره حره. تمام؟ تسعير ضد الاحتكار. ضد الاحتكار. طبعا كلها لان مدينتي الاساسي هي دلوقتي هي اللي ضد الاحتكار، لان هي تحت رئاسه رئيس الجمهوريه. ده مكان حساس ولازم نحافظ عليه. نعم. نشتغل عليه ازاي؟ لازم يكون في تقنين. انا رايي المنافسه هي اللي بتخلق ده. لا المنافسه ما هو مش هتقدر تنافس بتحط سعر عالي وانا بحط سعر اقل وجوده كويسه. انافس حضرتك في حاجه واحده. في ايه؟ لو المنتج بتاعك ينافسني. بنفسك. ما بين المنتجين في دمياط. ما اختلفناش. كلية شطار حضرتك قلت. كلية شطار ومستوى ومعلمين، بس المنافسه في ايه؟ منافسه في جوده وسعر. الجوده والسعر موجوده. نفسك في ايه؟ ان انا اطلع حته شغل مميزه عن شغلك. ما هي دي بقى الجوده. لا الجوده حاجه والمميزه فيها تميز. المصنعيه جيده. لقطه فنيه. حاجه متميزه. لقطه فنيه. اخليك انت اللي عينك تتلفت عليا. عايزك الابتكار. يعني ابتكر حاجه يعني فيها تميز. هي دي شغلتنا. فاهم قصدك. تمام؟ يبقى انت كده هتنافسني. يبقى انا هعدل على شغلك وعلى شغلي وهعمل مميز اكتر منه ومنك وهنافسك. ده الشغل الطبيعي بتاعنا كحرفيين وكصناعيين وكعمال الاساس. اما بالنسبه للاسعار محكومه دلوقتي لازم تتحكم، لان الرئيس بدأ من المدينه، الدوله بتدعم من المدينه، الوزراء بتدعم من المدينه، عايزين ننشط المدينه، ننشطها ازاي؟ عايزين نشتغل، عايزين نلم الناس كلها تخش جوه تشتغل، عايزين نحبب الناس في المدينه. قول لي ننشطها ازاي؟ ايوه هقول لحضرتك. هقول لحضرتك. على ارض الواقع. على ارض الواقع. لان استاذ سعد كمان احنا عارفين ان في يعني اساسات بالتقصير كمان بتتباع، يعني في اكثر من في كل حاجه عندنا. طيب. لو عايز تعمل قصر خشب هنعمله، ما فيش حاجه عندنا صعبه، ما فيش حاجه ممنوعه. نعم. أنا دلوقتي عايز أنشط مدينة الأساس. لأن دي الواجهة بتاعتي. وهو المطلوب. ده هدفنا. أيوه. ده هدفي. حلو. أنا كصانع أو مواطن دمياطي عايز مدينة الأساس دي تبقى تاج كده على رؤوس العالم كلها. نعم. أصل لكده بقى إزاي؟ أيوه. عندي طلبنا من السيد رئيس الوزراء مشكوراً معرض للشغل الخارجي اللي خارج المدينة، ندخله المدينة. عشان نفتح له خط تسويق من جنب تسويق المدينه. في المحافظات الثانيه يعني؟ لا داخل المدينه نفسها. عندي شغل يطابق للتصدير. مواصفات وجوده وخامات وذوق راقي يخش المدينه. المعرض الخارجي اللي هو بتنفذ دلوقتي وتوافق عليه من مكتب السيد رئيس الوزراء. نعم. والدكتوره معالي الوزيره نيرين يما بالموافقه. ايوه.
وطلبت مقر كمان داخل المدينه للشعبه علشان ان انا انسق وتواصل ما بين الصانع وما بين مجلس اداره المدينه وما بين صاحب العمل داخل المدينه. المقترحات مطلوبه ويبقى في تجاوب ونصل انا لما اخش مدينه الاساس كمكتب عمال وصانع وبتواصل مع رئيس مجلس المدينه ان انا عندي شغل مطابق للمواصفات هنحطه في المعرض. أيه. انا بقى عايز ادخله، ادخل الشغل ده ازاي؟ عشان انت حضرتك تبيعه كعرض لمدينه عالميه احنا عايزين نشتغل فيها وندعم. او ما نجيب الشغل المميز لو سمحت يا باشمهندس اسامه، عايزين نفتح خط تسويق للمنتج ده على طريق المدينه. والشغل المميز ده في بيتحدث عن نفسه. بيلف العالم. ده احنا عندنا بسم الله ما شاء الله دي مدينه الاساس بدمياط. دي قلعه الاساس في العالم. تمام. طيب خلينا نشوف تقرير اخر لزميلنا هذه السلامه واستطلاع للاراء حول هذا الموضوع الحي والهام حتى نثري الاراء ثم نعود نستكمل النقاش. ما هم اصلا اساس الموبيليا دمياط، يعني هو معروف يعني دمياط اصلا اساس الموبيليا، وكل الناس اللي بتيجي توزع بقى من كل الدنيا بتودي في كل حته من دمياط. منتج حلو جدا وعالمي واسعاره كويسه جدا وقال يصدر كمان للدول لبعض الدول يعني، وده منتج ممتاز وله شهره عالميه وشهره دوليه كمان منتج دمياط، ده اللي بيميزه واسعاره كويسه عن لو المستورد او اي حد. هو اولا هو في ميزه ان هو الحرفه الفنيه لسه موجوده اللي هي دلوقتي مش موجوده في اي ورشه بره معايا حضرتك، فدي فيها بتبقى فيها لمسه جمال بقى، وحبايب ناس قديمه نحب الحاجه اللي فيها في ايه اللي هي هاند ميك زي ما بيقولوا يعني. والله الدمياطي يعني حاجه يعني شغل كويس ومميز، وغير اللي هو المنتج اللي هو المصري هنا ده بيتعمل اوام والكلام من ده. اما الشغل الدمياطي هو ورا حضرتك اهو، بص عليه وبص هنا اهو هتلاقي شغل يعني ممتاز. بص حضرتك بكل صراحه محافظه دمياط 10 على 10 اهو، وناس محترمه وكل حاجه، ولكن هي عامله زي الصين تديك فينش واخد بالك، وتديك حاجه انت عايزها. يعني انت عايز اوضه ب 5000 جنيه ممكن يدوها لك، عايز اوضه ب 50000 يدوها لك، ولكن زي ما قلت لحضرتك هي الفينش بتاعها كويس يعني. دكتور ماجد كلمة ختامية في دقيقة واحدة بعد إذن حضرتك. اسمح لي بس أقول إن أنا رأيي إن المنافسة هي الفيصل. نعم. في قدرتنا على تغطية الأسواق المحلية والخروج. أيوه. إلى الأسواق العالمية، لأن صناعة الأثاث متنوعة، مكتبي، سياحي، فندقي، منزلي، وبالتالي الطلب على الأثاث في كل احتياجات نواحي الحياة. علشان كده لو فعلا بإذن الله تعالى حصل نمو وتطور كبير في هذه الصناعة، هنقدر ان احنا ننافس اسواق عالمية كبيرة جدا، هنقدر زي ما سعد بيه اتفضل وقال نصدر المنتج المصري ونكتسح بيه اسواق العالم العالم كله. دي يا استاذ سعد كلمة ختامية اتفضل. معاك دقيقة. معايا دقيقة. طبعا ما عادش عندي كلام اقوله، لان مش هقول اكتر من اللي احنا قلنا. احنا بنشكر كل اجهزة الدولة بالنظر لمدينة الاساس وللعمالة وللصانع الدمياطي، وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجهاته لتنشيط كل واحد بقى حاج سعد بقى كلهم في مجاله وكلهم في تخصصه يعمل اللي عليه بقى، وكل واحد يشتغل بقى علشان يشتغل وينتج عشان نطلع بوجهة مشرفة امام العالم. تمام. مش امام مصر، لان احنا مصر. مصر من العالم. مصر في قبضة الرحمن ومن تجلى عليها هو حنيها. الاستاذ سعد التابع امين شعبة عمال وصناع الاثاث بالنقابة العامة لعمال البناء والاخشاب، شكرا جزيلا لحضرتك. نورتنا في الحلقة من الملفات. الشكر موصول للدكتور ماجد عبد العظيم استاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا. شكرا استاذ نادر، بنتشرف بوجودنا معاك. بتنورنا دائما. شكرا. القادم افضل ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.